الحاجه بس اللي انا كنت هتكلم عليها يمكن كنت بدردش مع رنا فيها قبل الهوا، يعني ما فيش شك طبعا انه الضحايا الحوادث الارهابيه في باريس يعني شيء الحقيقه يوجع القلب، يعني واحنا يمكن من اكثر شعوب العالم اللي نقدر نحس بده، لان احنا كمان بقى لنا 4-5 سنين بنحارب الارهاب، راح من عندنا ضباط وجنود وعساكر واطفال ومواطنين وناس كتيره يعني، فاحنا فاهمين ده كويس قوي. بس اللي انا مش قادره افهمه الحقيقه حاله الجدال اللي دايره على فيسبوك من امبارح واول امبارح. يا سيدي اللي عايز يحط علم فرنسا يحطه، اللي عايز يحط علم مصر يحطه، اللي مش عايز يحط اعلام خالص وشايف ان الوطنيه في القلب ولا تقدر بمال ولا تمن ولا باعلام معينه سيبه، كل واحد حر يا جماعه. نشتغل بس بضمير الاول وبعدين نحاسب بعض والنبي على مين حط صوره ايه ومين كتب بوست ايه. بالظبط هو ده بقى اللي انا كنت عاوز اقوله.